السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن ندخل في موضوع الفيديو، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم متابعي القناة ومشاركي القناة، دائما تدعموني بالإجابات بالتعليقات الجميلة، جزاكم الله خيرا. وأود أن أشكر وأتقدم بجزيل الشكر والشكر الخالص للأشخاص الذين يساهمون أو يقدمون أموال عبر البيبال، وأيضا الناس يعني المتواجدة هم عرب متواجدون في أوروبا وفي أمريكا يتصلون بي، يقول لك هل تحتاج إلى شيء، هل تحتاج إلى جهاز ما، أي شيء تريده فسوف نرسله لك. فمؤخرا اتصل بي شخص يعني مقاط في بريطانيا وقال لي هل تريد جهاز، يعني الجهاز الذي تريده سوف أرسله لك من بريطانيا إلى آخره، هو والده جزاه الله خيرا. فأشكر جميع الناس يعني على دعمهم اللامشروط لهذا القناة ولشخصي، فجزاهم الله خيرا، سواء كانوا يعني عراقيين، يأتيني يعني العديد من الرسائل يعني من الناس يعني الناس عراقيين يعني قاطنين يعني في دول أوروبا وإلى آخره، ناس من عمان، ناس من الإمارات، البحرين، من السعودية، جزاه يعني العديد من البلدان، جزاكم الله خيرا، أنتم أهل العروبة ومثال للعربي الأصيل، جزاكم الله خيرا. إذا موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع LG 50 بوصة بلازما، به مشكل سأشغلها الآن ها هو موصول بالكهرباء، سمع صوت الرولي، لاحظوا اللمبة الحمراء، تغمز مع سماع صوت رولي الباور سبلاي في داخل التلفاز. التلفاز لا يقلع، يبقى على هذا الوضع. إذن هذا هو مشكل التلفاز، الآن سأقوم بفتحه ونكتشف، تابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وفي مثل هذه الأعطال وبالخصوص في تلفزيونات البلازما علينا أول شيء أن ننتبه إلى الباور سبلاي، هل تخرج جهود، هل تلك الجهود سليمة أم لا تخرج جهود. وعلينا الانتباه إلى هذه اللوحة، لوحة الواي ولوحة زي أو الاكس، لما هذه اللوحتين ولما علينا التأكد من الجهد الذي يغذيهم في الباور سبلاي كخطوة مبدئية في تلفزيونات البلازما، لأن هذه اللوحتين هادو لهما علاقة مباشرة مع الشاشة. لاحظوا هذه اللوحة متصلة مع الشاشة بشكل مباشر بواسطة هذا الفليكسيبل كابل هادو، وأيضا هاد اللوحة هذه متصلة مع الشاشة مباشرة بواسطة هذا الفليكسيبل كابل هادو. إذن هاد اللوحتان فهما مهمتان جدا في تلفزيونات البلازما، فهما لهم علاقة مباشرة مع الشاشة، وهما اللذان يعني يشعلان تلك النقاط البيكسل أو يغذيان البيكسل في شاشة البلازما. وعلينا الانتباه للجهد الذي يغذيهم، فهاد اللوحتين هادو يأخذان أكبر جهد يخرجه أو تخرجه الباور سبلاي، وهذا الجهد هذا هو الVS، والVS مكتوب هنا 206 فولت، أي هاد اللوحتان يشتغلان ب 206 فولت. إذن أول شيء علينا فعله هو فحص هل موجود هنا 206 فولت في الVS، وأيضا يوجد VA، وهنا M 5 فولت كما هو مكتوب هنا، الVA 60 فولت، الVS 106 فولت، وفي الام 5 فولت. إذن سوف نفحص أول شيء هل موجود هذا الجهود هنا، فتابعوا. إذن نأخذ المالتيمتر، نضع سالب المالتيمتر هنا في الجسم الحديدي أو في القطعة الحديدية، والموجب سوف نفحص به. إذن سوف أوصل الكهرباء، بسم الله،
إذا سمعتم صوت الرولي سوف نفحص في البين الخاص بال في اس. كما قلنا المفروض أن نجد 206 فولت هنا. لاحظوا تقريبا لا يوجد جهد مع سماع صوت الرولي، يعني كما تلاحظون في ال في اي نفس الوضع لا يوجد جهد، وهنا المفروض أن تكون 5 فولت، لا يوجد 5 فولت. إذا سأفصل الكهرباء وأزيل هذا الكابل هذا في هذا الوضع. لقد فصلنا هذه اللوحة وهذه اللوحة عن الباور سبلاي، ربما يكون هذه اللوحتين بهم قصر وبالتالي هما السبب في انحباس الجهد هنا. إذا سوف أوصل الكهرباء مجددا ونفحص. لاحظوا نفس الوضع، مع سماع صوت الرولي، المفروض هذا الرولي أن يسمع صوته مرة واحدة فقط. هو تشتغل الباور سبلاي، إذا المشكل من الباور سبلاي حتما. سوف نفصل الكهرباء ونحول المالتيمتر إلى وحدة فحص الدايود والجرس ونفحص هنا، ربما يكون قصر أو شيء، ربما يكون قصر في الدايودات المسؤولين عن هذا الجهود هنا. إذن لا يوجد قصر، طبعا هنا يعطي جرس لأن هذا الأرضي جراوند جي ان دي، ولكن هنا وهنا مكان الجهود لا يوجد قصر. إذن المشكل من الباور سبلاي، الآن سأقوم بإزالتها من مكانها ونقوم ببعض الفحوصات عليها فتابعوا. إذن هذه الباور سبلاي، طبعا الباور سبلاي تتوفر على عدة من المحولات ترانسفورمر، كل محول هنا مسؤول عن تغذية أو إخراج جهد معين لتغذية يعني قطعة معينة. ويوجد هنا لاحظوا محول في الدخل، هذا المحول هذا خاص برفع الجهد، هذا خاص بتغذية تلك اللوحتين هذه والأخرى، هذا خاص بتغذية اي سي الصوت والى اخره، هذا لدائرة ستوند بي. طبعا كل محول يحتاج الى دائرة تقطيع سويتشين، هذه دائرة التقطيع دورها هو تحويل الجهد دي سي المستمر الى اي سي متردد. طبعا هذه المحولات يشتغلون او اي محول كيفما كان فهو مش يشتغل بالتيار المتردد، بما ان هذه المحولات هادو ياخذون الجهد من المكتف، هذه المكتفات الرئيسيه هادو، وهذا المكتف الرئيسي لهم سالب وموجب، اذا هنا جهد دي سي. اذا يوجد دائره تحول هذا الجهد دي سي هذا الى اي سي، من جهد مستمر الى جهد متردد لكي يشتغلوا هاد المحولات هادو. طبعا هذا المحول كما قلت هو لرفع الجهد، لان في الوضع الطبيعي بدون هاد الدائره هذه تكون هنا في المكتف الرئيسي 300 فولت، حوالي 300 فولت. هاد الدائره هو هاد المحول هذا يحول هاد 300 فولت الى 400 فولت. إذا كما قلت كل محول هنا يحتاج إلى دائرة تقطيع لكي تحول الجهد من مستمر إلى متردد ويشتغل على المحول، لأن في قانون المحولات المحول يشتغل بالمتردد لا يشتغل بالتيار المستمر. إذا المحول هذا المحول هو المسؤول عن هذه الجهود هنا التي لم نجدها. طبعا الجهود الأخرى موجودة بدليل أن تلك اللمبة يعني تشتغل أمامية، يعني موجود هنا جهد، ولكن هذه الجهود هنا غير موجودة، المسؤول عنها هو هذا المحول. طبعا هذا المحول له دائرة تقطيع سويتشينج، دائرة التقطيع المسؤولة عن هذا المحول هذا هي هذه، موجود هنا اثنان من الموسفيت ترانزستور، وطبعا الموسفيت ترانزستور لكي يعمل تقطيع سويتشينج محتاج الى مدبدب، اي سي مدبدب، هذا هو اي سي المدبدب
المسؤول عن المحول الذي يخرج الجهود 206 فولت و60 فولت و5 فولت، يعني كما هو مكتوب في هذا السوكيت هنا كما رأيتم في الأول. إذن ما سوف نقوم به الآن هو بعض الفحوصات، نفحص، ولكن سوف نفحص في داخل الباور سبلاي في جهة الحار، يوجد الحار ويوجد البارد، سوف نفحص في جهة الحار ونفحص هل هذا الاي سي المذبذب يعني به جهد، هل موجود هنا جهد المكثف الرئيسي. المهم أثناء الفحص سوف يتضح لنا كل شيء فأتابعه. إذن سوف نأخذ المالتيمتر وسوف نفحص في المكثف الرئيسي. طبعا سوف نجد جهد على المكثف الرئيسي بطبيعة الحال لأن اللمبة الأمامية الحمراء مشتعلة، ولكن سوف نتأكد من فيوز هنا. هذا الفيوز فهو يوصل الجهد الرئيسي أو موجب المكثف الرئيسي لدائرة التقطيع، يوصل المكثف الرئيسي مع دائرة التقطيع. لاحظوا هنا موجود فيوز، سوف نفحص هل يوصل الجهد أم لا. إذا نشغل أو نوصل الكهرباء. إذا نضع دائما موجب أو سالب المكثفة في مع سالب المكثف الرئيسي عندما نشتغل أو نفحص في جهة الحار في داخل الباور سبلاي. إذا المكثف الرئيسي موجود هنا حوالي 400 فولت، سوف نفحص في الجهة الأخرى للفيوز. إذا الفيوز جيد يوصل الجهد كما تلاحظون، يوصل الجهد لدائرة التقطيع سويتشينغ. دائرة التقطيع كما قلنا مسؤول عنها مصفت ترانزستور. لاحظوا في المصفت ترانزستور موجود جهد، اعتذر، اذا موجود جهد. هذا الجهد هو عبارة عن جهد دي سي، ولكي يشتغل المحول هذا الجهد دي سي علينا بتحويله الى جهد اي سي، يعني متردد، من مستمر الى متردد. ومن مستمر الى متردد المسؤول عن عمل التقطيع هو هذا المصفت، هذا الترانزستور. المصفت الترانزستور لكي يعمل تقطيع سويتشينغ علينا بادخال له موجة مذبذبة. الموجة المذبذبة المسؤول عنها هو هذا الاي سي المذبذب هذا، ولكي يخرج هذا الاي سي موجة مذبذبة عليه ان ياخذ جهد، يعني دخل، يدخل جهد ويخرج موجة مذبذبة تدخل في بوابة هذا المصفت او في جيت هذا المصفت هذا لكي يعمل تقطيع ويشتغل المحول يخرج جهود. هذا هو المبدأ للباور سبلاي. اذا سوف نفحص الجهد بما ان موجود هنا في دائرة التقطيع في المصفت ترانزستور جهد المكثف الرئيسي، المفروض هنا ان يكون تقطيع، ولكي يعمل المصفت التقطيع عليه ان ياخذ موجة مذبذبة يخرجها هذا الاي سي. هذا الاي سي لكي يخرج موجة مذبذبة عليه ان ياخذ جهد، مصدر جهد تغذية. اذا سوف نفحص هل موجود عليه مصدر جهد الذي يغذيه. لو لاحظنا هنا موجود مكثف لا داعي لقلب الباور سبلاي ولكنه ظاهر هنا، هذا المكثف هذا سوف نفحص في الموجب هل موجود جهد. هذا الموجب الجهد الموجود هنا في الموجب المكثفة هو المسؤول عن تغذية الاي سي. لاحظوا لو تتبعنا الموجب هنا، لاحظوا هنا دايود زينر وداخل الى الاي سي. اذا سوف نفحص في موجب ذلك المكثف هل موجود جهد. اذا نضع سالب المالتيمتر في سالب المكثف الرئيسي، والموجب سوف نضعه في موجب هذا المكثف هذا. لاحظوا موجودة 13 فولت، لاحظوا هي 13 فولت، طبعا غير مستقرة لان الرولي يعمل ترك يفصل ويعمل ترك. لاحظوا والجهد الان موجود،
إذا غير مستقر، هذا بسبب الرولي، والرولي ليه ما يعمل تك تك تك؟ فهذا داخل في نظام الحماية، والمسؤول عن نظام الحماية في هذا الباور سبلاي هذا هو هذا الاي سي. هذا الاي سي هو عبارة عن كنترول، هذا هو الكنترول الخاص بهذا الباور سبلاي بحيث يتحكم بها، وهو ايضا به نظام حماية ضد القصر، اي ان كان قصر في منطقة معينة او في قطعة معينة، فهذا الاي سي هذا يفصل، لهذا يعمل ترك يفصل، يعني يدخل في نظام الحماية. اتمنى ان تستوعبوا هذه المسألة، هذه فهو متصل. لاحظوا اشارة الاون والاوف الآتية من المذربورد فهي داخلة لهذا الاي سي مباشرة، يعني هذا الاي سي هو المتحكم في هذا الباور سبلاي، يقفلها ويشغلها، فلهذا نسمع ذلك الصوت، يعني تك تك الرولي، يعني يشغل ويفصل يشغل ويفصل، لأن الرولي بطبيعة الحال يوصل الجهد يعني للمكتف الرئيسي. ف هنا موجود رولي، لو تتبعناه سوف نجده بأنه متصل مع البريدج دايود، وهو الذي يعني يوصل الجهد لي عندما يعمل، يعني يفصل ويقطع ويفصل. فهذه المسألة يعني داخلة في نظام الحماية، لأن يعني بطبيعة الحال موجود هنا خلل. فهمتم هذه المسألة؟ هذه إذا نرجع إلى هذا القسم، هذا المسؤول عن ذلك المحول الذي لم يخرج الجهد، قسم التقطيع. هنا اي سي المذبذب داخل له جهد وهو 13 فولت، وداخل الجهد المكتف الرئيسي المفروض ان يعمل له تقطيع سويتشينغ داخل الى المصفت. اذا في هذا الوضع يجب ان يشتغل هذا الدائره او تشتغل هذا المحول هذا، بما انه لا يشتغل فبالتالي لا يوجد تقطيع، والتقطيع المسؤول عنه هو المصفت ترانزستور والمذبذب. اذا احتمال ان يكون هذا الاي سي المذبذب يعني هو سبب المشكل. انا لدي واحد مثله، سوف اقوم بتركيبه استبدال هذا الاي سي، ونرى النتيجه ان شاء الله يكون خير. اتمنى ان تكون احتمالاتي يعني كلها في محلها وصائبه. اذا ساركب بدل هذا الاي سي، هذا الاي سي المذبذب، فهو نفس الرقم لقد حصلت عليه من باور سبلاي اخرى. اذا لنركبه ونرى. جيد، الآن سأقوم بالتجريب، سأزيل هذا الآي سي هذا
إذن سأوصل الكهرباء. بسم الله. إذن كما لاحظتم لقد سمع صوت الرولي مرة واحدة فقط. إذن لنفحص الجهود، هل هي خارجة من الباور سبلاي؟ هذه أول تجربة أصدقائي أشاركها معكم يعني. إذن نأخذ المالتيمتر. إذن سوف نفحص في هذا السوكيت هنا، نضع دائما سالب المالتيمتر هنا. لاحظوا هنا موجودة 5 فولت، هنا 60 فولت، وهنا 206 فولت كما رأينا يعني في الأول مكتوب يعني في تلك التيكت أو في تلك الورقة المكتوبة في الشاشة الملصقة في الشاشة. إذن لدينا هنا خرج، صوت الرولي سمع مرة واحدة فقط. إذن هنا موجود تقطيع، إذن هنا موجود جهود في الخرج، في خرج هذا المحول هذا. إذن لنفحص هنا، لاحظوا هنا موجود 61 فولت أو 60 فولت هنا أيضا، هنا 206 فولت. إذن موجود هنا خرج. الآن سوف أقوم بتركيب هذا الباور سبلاي يعني في مكانها ونرى. الآن بعد تركيب الباور سبلاي في مكانها سوف نقوم بالتجريب. نوصل الكهرباء. بسم الله. سمع الصوت الرولي يعني مرة واحدة، أسمع صوت أزيز يعني صادر من هذه اللوحتين، أزيز طفيف، وهذا يدل على أن التلفاز لقد أقلع. هنا لمبة التيكون يعني تغمز. إذن سوف نلقي بنظرة على الشاشة. إذن كما تلاحظون الآن لقد اشتغل التلفاز ولله الحمد. إذن سبب المشكل كان من هذا الآي سي المدبدب، أتمنى أن تستوعبوا يعني شرحي هذا. الآن نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.